مياه الفرات لم تعد عذبة ونقية، والكميات الهائلة من الملوثات أفقدت النهر قدرته الطبيعية على تنقية نفسه بعد أن أضحت ضفافه مكباً للنفايات ومجره مصباً لمياه الصرف الصحي وغيرها من الملوثات التي باتت خطراً حقيقياً على صحة الإنسان وتهديداً للثروة السمكية. أهالي محافظة بابل وبالتحديد قضاء المسيب الذي يغفو على نهر الفرات اتهموا الحكومة المحلية بإهمال النهر الذي كان من المفترض أن يكون وجهة للباحثين عن الجمال لا مرتعا للأوبئة والأمراض. نهر الفرات ذكر في القرآن وهو نهر عظيم، لكن هذا حالة مثل ما تشوف الأنقاض به والزبالة به، هاي كلها أمراض أوبئة تسبب للناس. المفروض من حكومة بابل أو الحكومة يعني بالعراق، ليش العالم تطلع مظاهرات؟ تريد خدمات، كل خدمة ماكو. ثانيا هاي الماكينة اللي هم جايبيها هسه ينظفون بها نهر الفرات ويشيلون قصب، ماذا تسوي؟ شيء ينظف يوم أربعة خمسة أيام يقعد يرجع نفس هذا، وهذا حرام والله، والله حرام. هذا المفروض هذا النهر نستغله استغلال صحيح. احنا حتى المي اللي يوصل للبيوت مي كلها طين وتراب. هسه اي دولة عندها هالنهر هذا؟ اي نهر عندها نهر واحد تستغله تستثمره، منتجعات فنادق، الا العراق مع الاسف يعني، رغم هاي الظروف المظاهرات. ان شاء الله يجيب نتيجه ان شاء الله ويتغير، نتمنى انه يتغير الحال للافضل. آخرون أشاروا إلى أن نهر الفرات يتعرض لمؤامرة بسبب الفساد وشح الخدمات. الحكومة ما مهتمة به، المفروض هذا كورنيش ويتعدل وأبوية وكراسي على الشاطئ، يعني ليش الدول الأجنبية والغير هاي الإمارات أحسن من عندنا؟ ماكو مراقب، ماكو نزاهة، ماكو مسؤولين يتابعون هذا الشيء. محللون أكدوا أن السبب الرئيس لتلوث مياه نهر الفرات تأخر إنشاء مشاريع البنى التحتية وعلى رأسها شبكات المجاري، وتلكؤ إكمال مشاريع تدوير النفايات، وغياب الرقابة التي فتحت الطريق للمخالفين بالتجاوز على النهر. هذا بالإضافة إلى غياب الجهود الصادقة لتوفير بيئة ملائمة وحياة كريمة للمواطن العراقي.